بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يختص برحمته من يشاء، صلى الله وسلم على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وعلى من تبعهم على طريقهم، وجعلنا الله وإياكم منهم وفيهم في الدنيا ويوم اللقاء. كنا تكلمنا والحمد لله فيما يتعلق بأخبار ما اختص الله تعالى جملة من النساء، وهم كمل النساء، سيداتنا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ووجدنا في تتبع وتأمل أخبار من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى تحرك مع مشاعر المحبة لهم، والمحبة لمن أحبهم الله سبحانه وتعالى سبب من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وكذلك يعين على الاهتداء والاقتداء بهم. وجدنا في أخبارهم وتتبع آثارهم كثير من المعالم التي تحل لنا كثير من مشكلات حياتنا. اليوم نتابع المسيرة في تتبع أخبار أولئك الكرام. الله اصطفى حبيبه المصطفى، واصطفى آله، واصطفى أصحابه، واصطفى بلاده، واصطفى زمانه، فكان من مظاهر هذا الاصطفاء أولئك النساء اللاتي كنا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصحابيات المهاجرات والأنصاريات عليهم رضوان الله تعالى. سنتتبع في برنامجنا هذا شيء من سيرتهم ومن أخبارهم، لنستوضح معالم في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، بل حتى في صلاح حياتنا هذه الدنيوية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حول نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مظاهر التنزل. القرآن تنزل منجما لأسباب وأحداث حدثت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان هؤلاء هم سبب هذه الأحداث، وكفى لهم بذلك شرفا ومقاما عظيما رضي الله عنهم وأرضاهم. الله سبحانه وتعالى حكى في كتابه قصص وأخبار الصالحين والأنبياء لأن لها كثير من الفوائد، منها بل من أعظمها تثبيت الأفئدة، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإن كان في قصصهم ما يثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأفئدتنا من باب أولى تحتاج إلى هذا التثبيت. في أخبار هؤلاء النساء كثير من الفوائد وكثير من المنافع التي تتعلق بحياتنا. سنجد منهم المجاهدة التي هي نموذج عظيم في الجهاد، سنجد النموذج العظيم في الصبر والتحمل، نموذج في حسن التربية والقيام على الأبناء والأولاد والتنشئة، نموذج عظيم في حسن المعاملة مع الزوج وطاعة الزوج، نموذج عظيم في المرأة المعلمة التي تقوم بوظائف اجتماعية مهمة، والتي تقوم بدور حتى فيما يتعلق بالحسبة والرقابة في السوق. سنجد كذلك من النساء من كان لها دور في الطب والتمريض والمشاركة في الغزوات والمشاركة في الحالات الاجتماعية والمشاركة في العلاج. هناك كثير من النماذج سنمر عليها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات. وكما ذكرنا، غرضنا من ذلك هو أن تزيد محبتنا لهم، وأن نقتدي بهم في سيرتهم عليهم رضوان الله تعالى. منهم المهاجرات، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر من هاجرنا إلى الله ورسوله، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأنصاريات. وكل نموذج من هذه النماذج سنجد فيهم من الصفات ومن الخلال ومن الأخلاقيات ومن القيم ومن المبادئ ما لو تمسكنا ببعضه لصلح بذلك كثير من شؤون حياتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللقاءات وفي هذه الحلقات، ونأخذ نصيبنا الوافر إن شاء الله تعالى من سيرة من كانوا حول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.